السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد في القناة. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم الحليوة من الحلويات ديال زمان، حلوة كاوكاو اللي كتجي رائعة بكاوكاو الزنجلان، اقتصادية ولذيذة بزاف. كنتمنى البنات تجربوها لانها كتجي رائعة رائعة رائعة، من الحلويات القدام اللي كيفكرونا في والدينا وفي اميماتنا الله يرحمهم واللي حيين الله يخليهم ليهم. وهادشي اللي كاين البنات، غادي نخليكم مع الفيديو فيه المقادير وطريقه التحضير، تبعوه حتى الاخير وما تنساونيش من البارطاج ومن لي لايك. وكنشكركم بزاف على الدعم ديالكم وعلى التعليقات ديالكم. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا ربعه ديال الزبده، درجه حراره المطبخ ضروره البنات الزبده تكون رطبه، وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر، عندي هنايا هذا راه الزنجلان شديته حمرته وطحنته، عندي زلافه ديال الزنجلان ملي طحنته ولا كتير، هي كانت غير زلافه ما عامراش بزاف، زلافه ديال الزنجلان محمر ومطحون، وزلافه ديال الكاوكاو حتى هو محمر وهذا محيدين ليه القشور ومطحون. وعندي معلقه صغيره ديال القرفه ها هي، وعندي معلقه تقريبا ساشيه ديال الزهر، اللي تيبغي نكهه ديال الزهر، اللي ما تيبغيهاش يقدر يعوضها بالفاني ولا يستغنى عليها. غادي ندير قبيصه ديال الملحه وهذا الدقيق حسب الخليط. صافي هادشي اللي كاين البنات. دابا غادي ندوزو للطريقه ديال هاد الحليوه اللي كتجي رائعه وبنينه بزاف. ندوزو نخلطو المقادير. هنا البنات غادي ناخذ هذيك الزبيده غادي نحطها هكا في القصعه. الزبده كما قلت لكم تكون درجه حراره المطبخ ضروري. غادي ندير معاها هذاك الكاس ديال السكر سنيده، وغندير معاها كاس ديال الزيت. هادشي كله غادي نخدمو، غنبقى نحك هذيك الزبده مزيان مع ديك السنيده والزيت حتى كينسجموا مع بعضياتهم وكيتخلطوا مزيان. تنحملش البنات هاد السنيده مع الزبده، عرفتي الحميه تضرني، ما عارفين ما عرفتش كيشوفوك ليا. المهم انا غادي نكمل نحكهم ونكمل معاكم. صافي البنات، هنا من بعد ما تخلطات ديك السنيده مع الزيت والزبده كيف ما كتشوفوا هي كتولي بحال البوماد. دابا غادي نزيد عليها كاوكاو اللي طحنت، قلت لكم زلافه ديال الكاوكاو، وغادي نزيد ديك المعلقه ديال القرفه وهذا والزنجلان. غادي ندير ساشيه ديال الزهر، اللي ما تيبغيش قلت لكم النكهه ديال الزهر يقدر يستغنى عليها ولا يدير الفاني ولا يكتفي غير بالقرفه والكاوكاو. راهم الناس سمين الزنجلان، راهم هما راهم كينسمو هاد الحلوه فيهم كفايه. غادي نبقى نخلط هكا حتى كتنسجم ليا هاد العناصر، وعاد غادي نبدا نزيد في الفرينه ولا الفورس، نبقى نزيد فيهم بشويه بشويه، المهم دقيق حسب الخليط. الريحه زوينه ديال الزنجلان والكاوكاو. الكاوكاو راه هو الفول السوداني، كاين اللي ما تيعرفش شنو هو الكاوكاو باللغه العربيه، راه هو الفول السوداني. صافي، وشويه ديال الطريقه الملحه راه غنديرها مع الفرينه. هنا البنات من بعد ما خلطت هذاك سميتو العناصر كامله، غادي نبدا نضيف هكا في الدقيق هكا هانتوما. المهم راه قلت لكم على حساب الخليط، غنبدا هكا كنجمع. راه درت واحد الطريقه ديال المليحه، غنبدا نجمع في الحلوه، ما كندلكوها ما والو، غير كنجمعوها بحال الشكل ديال الصابلي. صافي حتى كنحصلوا على عجينه رطبه، هانتوما تشوفوا معايا.
صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنايا العجينه من بعد ما جمعتها كيف كتكون ها نتوما كتجي بحال تقريبا ديال هذه الحلوه ديال البهله ها نتوما شفتوها ملي كديروا لها هكا وكتكور صافي كتحبسوا ما كتبقاوش مازال تزيدوها هذا الفورس غادي نشدها غنديرها حريبلات هكا مهم على حسب التشكيل كل واحد يشكل على حسب الذوق ديالو يا اما كديروها غير هكا حرابل بحال هكا ولا كتشدوها وغديروها على شكل هلال الهلال كديروا الكويرات يكونوا كلهم نفس القياس كنحطوهم هكا وكنجيبوها كنديروا لها بحال هكا هانتوما كنعطيوها شكل ديال الهلال هكا شو بحال هكا صافي كنبداو نستفو فيها في الطاوله انا غنكمل كاملين ندير لهم هكا وحاولوا ديرهم في نفس القياس ولا عبروا الكويرات باش يجيوكم كلهم حليوات قد قد صافي نستفوهم في الطاوله ونطيبوها ونكمل معاكم ان شاء الله هنا البنات من بعد ما كملتهم كاملين شكلتهم غادي ندخلهم للفران يطيبوا مشاعل الفوق والتحت حتى كيطيبوا ويتحمروا وغادي نخرجهم وندوزهم في السكر كلاصي نفندوهم في السكر كلاصي صافي ونقدموهم بالصحه والراحه البنات كيف ما كتشوفوا من بعد ما طابت ديك الحليوه خرجتها من الفران كاين اللي كيشدها كيفندها في السكر انا البنات ما تنبغيش لان ديجا راه فيها السكر في العجينه كتجي حلوه فغير شديت هكا السكر ثقيل ودردرتو عليها من الفوق وهنايا درتهم على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا هذا درتهم على هذا الشكل حتى هما جاوا زوينين هانتوما البنات راه ما خصهمش يتحمروا بزاف شفتوا مازال هذه راه خليتها شويه تحمرات هادو ما خليتهمش تحمروا بزاف ملي تخرجوها من الفران كتكون هشيشه ضروري خليوها حتى تبرد على خاطرها عاد هزوها من الطاوله الا قصتوها وهي اللي خارجه من الفران راه كلها كتشتت صافي البنات هذه هي الحلوه غادي نكمل ندردر عليها السكر كلاصي كامله ونوريها لكم في طبق التقديم البنات ها هي الحلوه ديالي من بعد ما درت عليها السكر صافي كيف كتشوفوها كيف كتجي هذا الشكل كيجي زوين وهذا حتى هو كيجي زوين بجوجهم كل واحد عنده الشارم ديالو فالبنات كنتمنى تجربوها تعجبكم راه كتجي هشيشه البنات وكتذوب في اليد قبل من الفم كتجي رائعه بنينه اللي تعجبو الحلويات ديال زمان بحالي فما يترددش يجربها راه غادي تعجبكم وتعجب وليداتكم ديروها في هذا العيد ان شاء الله وعواشركم مبروكه دخل عليكم بالصحه والسلامه كل ما كتمنوا وعيد مبارك سعيد وإلى وصفة قادمة بإذن الله بسلام عليكم ما تنسونيش من صالح الدعاء ومن البارتاج لحبابات ديالي